المكان الذي ليس فيه أحد من سيعلم الناس فيه؟ لما يكون طالب علم في قرية أو طبيب أو ولا يعلم الناس، من الذي سيعلمهم إذن؟ يحتاجونه ولا يفيدهم بشيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل العلم المشار إليه في الحديث هو العلم الشرعي وحده، أم علوم ما تسمى الآن بالعلوم الكونية أو العلوم الدنيوية؟ وأنا لا أحب هذه التسمية كثيرا، لأن كل العلوم فيها خير إن قصد بها الخير. المهم، ما يسمى بالعلوم العامة، العلوم الكونية، العلوم الدنيوية، هل هي داخلة في كتمان العلم؟ نعم، ولكن بنفس الشرط. بمعنى، هذا الإنسان طبيب في هذه القرية ولا يوجد غيره، جاءوا ليسألوه فقال لا أدري، لا يبتغي إلا المال. طيب، من سيساعد الناس في هذا المكان إن لم تعلمهم أنت، أي تنصحهم في مجال اختصاصك، وليس هناك ما يعينهم على الدفع لك؟ سبحان الله، فهذا أيضا قد يأثر بمثل هذا. وقس عليه أنواع علوم أخرى، من لا ينفع الناس بعلمه فلما تعلم؟ لماذا تعلم؟ إذا أنا أحزن كثيرا لما أرى بعض الإخوة طلبة العلم في مدارس وفي مساجد وفي أماكن كثيرة، ترى يصلي ينصرف إلى بيته، ماذا تفعل أنت؟ قال أنا غير مكلف، لا يعطونني، ليش؟ أنا أطلب الراتب من أجل أن أعلم الناس. سبحان الله، هذا هو الشق الآخر من ذنب اليوم، من كبيرة اليوم، تعلم العلم للدنيا، أن أتعلم العلم للدنيا، العلم الشرعي والعلوم الكونية. فأذكر إخوتي الطلاب أيضا، أدخل طب، طيب دخلت طبا لما؟ للفلوس. سأصير مهندسا لما؟ للمال. سأصير معلما لما؟ للمال. بالله عليك لا تتعلم إلا للمال. قال لك ما أصير. هناك فرق بين أن تنتفع بعلمك وتنفع به، وبين أن لا تتعلم إلا للمال. الأمر إذن واضح. ما قصدك لما دخلت في العلم؟ لماذا تتعلم أنت؟ فقط لتصبح غنيا، تجمع الدراهم؟ ما هذا؟ هذا بئس العلم الذي تعلمته، أي نوع كان. يعني شيخ في مسجد أو إمام أو خطيب أو مدرس، غايته فقط الدنيا، فإن أعطوه رضي، وإن لم يعطوه سخط. يا أخي ماذا تفعل أنت؟ أين التعلم لله وأين التعليم لله؟ وقد ورد في حديث أخرجه الترمذي لكن في إسناده ضعف، وهو حديث رهيب: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يجادل به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم العلم ليماري به السفهاء، المماراة المجادلة وإظهار النفس، أنتم ما تفهموا أنا بفهم، أو يجادل به العلماء، أيضا يحب المناقشات وكذا وقوة الحجة ونصاعة الأسلوب، أو يصرف وجوه الناس إليه، الناس كلهم هذا هو العالم الجليل، هذا هو. إذا أنت تقصد هذا، أنت تقصدهم أن يذكروك، لا تقصد رضوان الله. قال فليتبوأ مقعده من النار. قال إيش ده؟ أنوي أذكر، وبخاصة طلابنا وبخاصة أبنائكم، الآن معظمكم عنده أبناء في الجامعة الثانوية في الإعدادية، تعال يا ولدي، أنت لا تتعلم فقط للدنيا، أبدا، أصل تعلمك لوجه الله. قال يعني كيف لوجه الله؟ فسر لنا. ورد في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنا أنفذ إذن فريضة من فرائض الدين، أنا أطلب العلم لأن الله أمرني بالتعلم. وأكرر، العلم الشرعي هو الأول، وباقي العلوم أيضا مطلوبة وينبغي تعلمها أيضا ونفع المسلمين بها. فالآن أنا ابني عم حضر البكالوريا، تعال يا ولدي، ما تظن فقط ستدرس أي فرع من أجل الدنيا مشان تصير زنجيل، أبدا، أنت تعلم لترضي الله. فإن جاءك فقير لا تأخذ منه، إن جاءك محتاج سامحه إن استطعت، إن جاءك جاهل انصحه، ولا كل شيء تعامله بمقياس دنيا، ما هي بيع شري، هذا علم، هذا شريف، العلم شرف ومكانة عظيمة لا تقاس بالمال أبدا. سبحان الله.
الذي نراه أن العلم انخفض مستواه في زماننا، أحد أهم أسباب انخفاض مستوى العلم على كل النواحي، السبب الدنيا. الدنيا، الشيخ يبتغي الدنيا، والطبيب يبتغي الدنيا، والأستاذ يبتغي الدنيا، والمهندس يبتغي الدنيا، ما في غير مصاري. هات مصاري في عندي بنفعك، ما في مصاري ما في. إيش هذا؟ إيش هذا؟ لو كان هذا بدءا من أنبياء الله فمن تبعهم لما علمنا أنبياء الله حرفا. أنبياء الله عاداهم الناس كلهم إلا ما رحم ربي، ولا زالوا علموا ونصحوا وانجهوا وقالوا لوجه الله لا نسألكم عليه أجرا. سبحان الله. فيا أيها الأحبة، اغرسوا في نفوسكم ونفوس أبنائكم أولا عدم كتمان العلم، عدم كتمانه. أنا كنت في مكان، أنا طبيب لست في عيادتي، رأيت أمامي مريضا، كلمة نصيحة لوجه الله، هذا علم أنفعه به، خذ دواء الفلاني، حالتك تقتضي كذا، ما بدي أخذ أجرة معينة، لا ينبغي هذا. كنت في مجلس أنا طالب علم، ما أبتغي أن ينظر الناس ما شاء الله على العلم، ضع هذا جانبا، نحيه بالله عليك، علم لوجه الله تعالى، لا تنتظر المال، الله تعالى يغنيك من فضله. ولكن إذا ساءت النية فهي مصيبة، لذلك كما قلت فلنغرس في أنفسنا الابتعاد عن الدنيا في طلب العلم بكتمانه أو بعدم تعليمه أو بطلب وجه الناس لا وجه الله به. نسألك اللهم أن ترزقنا العلم النافع ونفع المسلمين به. الحمد لله.